احنا عندنا بالعراق البكاء شعر، الله. النساء من تريد تبكي شعر. انا عندي اخت كبيره الله يحفظها يا رب، شاعره متمكنه، كلش متمكن. شوف، نعم، احدى قصائد بكائها، احنا اللي نسميه النعي، نوع عندنا من شعر الشعب العراقي اسمه النعي، هذا وزنه. الواضح المن البكاء مالها لاخوها، تقول وديت له باوكات رمضان. شوف شلون اختيار للوقت، برمضان كل واحد جازع روحه ما له خلق. صحيح. اختارت هذا الوقت، قالت لو وديت له باوكات رمضان، عاف الفطور وقام عطشان، ما قالت جوعان، لان العطش اقوى من الجوع. يمكن تتحمل الجوع انت 5 ايام و6، بس العطش ما تتحمله. وديت له باوكات رمضان، عاف الفطور وقام عطشان. انه بشي قلها؟ يقلها انا جايك ماني تعبان، انا مو تعبان، جاي.